المتابعة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد حسين الكناني، محلل سياسي. أهلا بك أستاذ حسين. بداية، كيف تقرأ تصريحات ترامب الأخيرة بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق من أجل مراقبة إيران، وكيف تقرأ تباعا ردود الأفعال العراقية حولها؟ أستاذ حسين، كلام معي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. بالنسبة ل... نعم تفضل. نعم، بالنسبة للوجود الأمريكي في العراق والتصريحات الأخيرة، نعم التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي تصريحات غير مسؤولة، وبالتالي سوف تحرج الولايات المتحدة وتحرج الحكومة العراقية، باعتبار أن العراق لا يمكن أن يكون قاعدة للتجسس على الدول المجاورة، وأيضا الدستور العراقي يمنع هذه المسألة، ولن يكون أيضا قاعدة للاعتداء على دول المنطقة ودول المجاورة سواء كانت إيران أو غير إيران. هذا يتناقض مع الدستور العراقي، وأيضا هنالك قاعدة حزبية وبرلمانية وكذلك الكثير من الكتل ترفض هذه المسألة، أيضا قاعدة شعبية كبيرة ترفض أن يكون العراق منطلق للاعتداء على للدول المجاورة، وبالتالي هذه سوف يجبر الحكومة والبرلمانيين على اتخاذ قرار، هذا القرار يعيد ويجدول هذه القوات التي أتت بمعزل عن الحكومة العراقية، والاتفاقات التي أبرمت بين بغداد والولايات المتحدة الولايات المتحدة لم تفعل هذه الاتفاقية لصالح العراق، بل بالعكس استفادت منها بشكل كبير وأخذت تتصرف بشكل أحادي، أهانت الحكومة العراقية وانتهكت السيادة العراقية. وأظن أن هذه الإجراءات المتكررة من قبل أمريكا سوف تؤدي بنهاية المطاف إلى إخراج هذه القوات. نعم أستاذ حسين، لكن على ما يبدو هناك تناقض في التصريحات العراقية بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق. هناك من يجدها بأنها حاجة أمنية لأن العراق لا زال يعاني من ويلات الحرب، وهناك من لا يرى في القوات الأمريكية إلا أنها قوات غازية. ما رأيك بهذا التناقض؟ بالنسبة لمسألة أنه هنالك طيف محدد يرغب بأن تكون هذه القوات موجودة لأغراض قد تكون بعضها سياسي والبعض الآخر حزبي، بالنسبة لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى الكثير من الخلاف بين المكونات، والحاجة لوجود هذه القوات عندما اجتاح الكثير من الإرهابيين أو الإرهاب المناطق الغربية والمناطق الشمالية، كانت الولايات المتحدة تتفرج على هذه المدن كيف تسقط، ولم تقدم إلا بعد أن استعادت القوات الأمنية بمعية الحشد الشعبي عافيته، وأخذت تحرز الكثير من الانتصارات وحررت الكثير من المدن، شكلت بما يسمى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وكان الدور محدود في بعض المناطق، وأيضا لاحظنا هنالك تصرفات مشبوهة لهذا التحالف بدعم الإرهابيين وتقديم مساعدات، وهذا الكلام تم توثيقه بالكثير من الصور والتصوير من اللقطات التي تبين الدعم اللوجستي الذي قدمته الولايات المتحدة في مناطق تحت سيطرة الإرهابيين. وبالتالي مسألة كون أن تكون هذه القوات وجودها ضروري لحفظ الأمن، هذه فيه مغالطة كبيرة، بل بالعكس عندما تأتي هذه القوات سوف نلاحظ تزايد العمليات الإرهابية وعمليات التفجير والتفخيخ، وأيضا يبدأ بتزايد نشاط الإرهابيين في مناطق قريبة من القوات والقواعد الأمريكية. نعم نعم أستاذ حسين، بناء على ذلك هل تعتقد أن هناك إمكانية حقيقية من أجل تعديل الاتفاقية الأمريكية العراقية داخل قبة البرلمان؟ هل العراق جاهز لتعديل هذه الاتفاقية حاليا؟ الصوت غير واضح، لكن الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين بغداد والولايات المتحدة، هذه الاتفاقية فيها الكثير من البنود، أمريكا هي لم تلتزم بها. على سبيل المثال للحصر، مسألة تجهيز وتسليح الجيش العراقي، أمريكا لم تلتزم بشكل واضح، ومنعت الحكومة وزارة الدفاع من التعاقد مع الدول الأخرى مثل روسيا،
وعندما احتاج العراق إلى هذا السلاح منع التزويد الجيش العراقي بدعوى أن الوضع غير مستقر، والتجأت الحكومة العراقية للذهاب إلى الأسلحة المستعملة سواء كانت من روسيا أو من إيران من أجل الحفاظ أو من أجل الدفاع وتحرير المناطق. وبالتالي هذه الاتفاقية أيضا تنص على أنه عدم وجود قوات أمريكية، وعدم خصوصا في المدن، يعني هذه مسألة جدا مهمة. وجود القوات الأمريكية في العراق وفي المدن بالخصوص، هذا تم بشكل واضح وصريح، يعني عدم السماح لهم بمثل هذه التواجدات والتحركات. لاحظنا في الفترة الأخيرة تحرك واضح للقوات الأمريكية في المناطق، في الموصل، في المناطق الغربية، حتى في بغداد عودة واضحة للقوات الأمريكية بدأت تتجول في كثير من المدن، وهذا يخالف بشكل واضح وصريح الاتفاقية التي أبرمت. وعليه سوف تلجأ الحكومة ومع أمريكا وكذلك القوى بإعادة الاتفاق الذي أبرم بين أمريكا والعراق، وتحديد الكثير من النقاط التي يجب أن يتم توضيحها بشكل أكثر. نعم سيد حسين، طيب ماذا بعد؟ يعني هذه التصريحات المتبادلة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، والتي تتخذ من العراق ساحة لهذه التصريحات أو لهذه المواجهات إن صح التعبير، ما تداعيات ذلك؟ هناك تخوف من مواجهة إقليمية سيكون العراق ساحة لها في المستقبل. يعني بالنسبة للخلاف الخلاف والتقاطع بين أمريكا والجمهورية الإسلامية والصراع على الكثير، يعني تصل إلى حد المحورين، تبلور محورين، محور تقوده الجمهورية الإسلامية ومحور آخر تقوده أمريكا. كون العراق جزء من هذا المحور أو لا، أو كون العراق ساحة لهذا الصراع، هذا ليس فيه مصلحة للحكومة العراقية وكذلك ليس فيه مصلحة للشعب العراقي. نعم أمريكا تدعي أنه لابد أن يكون العراق ساحة لتصفية حسابها مع إيران، وهذا خطر كبير على العراق. أيضا دعوة محاربة النفوذ الإيراني في العراق أو دعوة محاربة الحشد الشعبي في العراق باعتباره مرتبط بإيران، كل هذه مغالطات، هذه مبررات بالنسبة لأمريكا كي تعيد انتشارها في العراق وتخلق من إيران عدو للشعب العراقي يجب مقاتلته، أو عبارة عن إرهابيين يجب مقاتلتهم. لاحظنا أن الجمهورية الإسلامية دعمت الحشد الشعبي، والحشد الشعبي حرر الكثير من المناطق الغربية وكذلك الموصل وغيرها، المناطق الشاسعة، وهي مناطق يعني ليس في لأهل الحشد الشعبي فيها مكان. وبالتالي هذه كلها من أجل أن تخيف العراقيين من هذا المحور كي تعيد انتشارها. وبالفعل هي الآن تعمل على هذه المسألة، وعادت وبنت الكثير واحتلت حقيقة الكثير من القواعد. هذه القواعد يا سيدتي هي ليست قواعد أمريكية، هذه قواعد للجيش العراقي السابق أو حتى اللاحق، هذه قواعد هي للجيش العراقي، سيطرت عليها بغير وجه حق واتخذتها يعني مكان لها عموما. انه يعني مع العلم انه هذه القواعد من اهم القواعد العسكريه في العراق، كبيره وتتمتع بامكانيات كثيره، استحوذت عليها القوات الامريكيه. نعم. واخرجت الجيش العراقي بما يعني بقواعد اقل كفاءه واقل تحصين. ومن هنا نطالب حقيقه الجيش العراقي ووزاره الدفاع أن تستعيد هذه حسين القواعد الكناني كي تكون مقر للجيش العراقي الصورة. وليس للأمريكان. نعم سيد حسين الكناني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.